يا اخي عندي موضوع شاغل بالي. خير محمد، كل ايش فيك؟ ليه كيف اعبر عن مشاعر المحبوبه؟ الله الله، انا اقول ليش ما تبالي بعض؟ ماني نسيت تلحظ؟ تركنا مسافه مني وقول لي كيف اعبر عن حبي يا اخي. ما ادري، ممكن يقول فيها شعر او يكتب لها رساله. ممكن، لكن ودي فكره جديده شوي مميزه. ممكن اختار تحفه مميزه ويقدمها هديه. فكره حلوه، كفك يا مخلود، جبتها والله. خلاص بكره الصبح نتجمع مع باقي الشله، باسم وليد وصالح. يعني ما ادري ايش عندك، لكن قدام معك يا اخوان. يلا يا محمد، وينك؟ تاخرت علينا. يلا يلا، هذاني وصلت. يا شباب، اكيد كلكم تسالون انفسكم ليش اجتمعنا؟ ومين هي اللي شغله قلبي وتفكيري؟ هل يا ترى تستاهل كل هالحب؟ ودي اقولكم ان حبيبتي هي حضن جمعنا كلنا، وحب عمره اكثر من 336 عام. حبيبتي هي ديرتنا الهلاليه، واليوم جمعكم عشان نحاول نرد لها الدين ونحاول نعبر لها عن حبنا. فعلا يا محمد، من البارح وانا افكر مين يساعد الحظ. فعلا ديرتنا الهلاليه تستاهل. وانت اقترحت فكره جميله، لان ديها شيء مميز، ودنا نشارك الشباب الفكره. ايش رايكم يا عيال؟ والله فكره حلوه. فعلا يا وليد، مبادره ممتازه وموقف رائع من محمد. يا سلام عليكم يا شباب، البركه فيكم، وقوم تعاونوا وما ذلوا. كفو يا باسم، والله يعطيكم العافيه. ودنا كل واحد منكم يقترح رمز للهلاليه عشان نصممه ونخلي هديه تذكاريه للديره. حبيبتك عرفناها، كيف تبي تهديها؟ اول شيء خلونا نجهز الهديه وبعدين اقول لكم كيف. ما شاء الله عليك يا محمد، حركاتك شنو تشويق. انا اقول نحدد موقع تاريخي او معلم تراثي نصمم على شكل تذكار. طيب يا باسم، ايش تقترح؟ عندي اكثر من خيار، لكن خلونا ناخذ جوله على الديره ونتعرف على مواقعها وتاريخها. اجل يلا مشينا. توكلنا على الله. شباب، عرفنا ان الهلاليه تاسست عام 1100 هجري، لكن من يعرف اللي اسسها؟ انا سمعت جدي يقول ان اللي اسس الهلاليه هو زهري بن جراح السبيعي. هي اظن انه سبيعي. فعلا هو حمدان بن حجاج الغنام، والروايه تقول انه اكتشف موقع هلاليه مع اثنين من عياله. طيب ليش سموها هلاليه؟ عشان شكل النفوذ من شمالها وشرقها جاي مثل القوس او الهلال. طيب هم ليش اختاروا هالموقع بالذات؟ يا باسل ما يبي لها كلام، خصوبه الارض هي السبب. فعلا يا خالد، هم حفروا بالارض ولقوا انها رطبه، وعرفوا انها تربه خصبه مناسبه للحياه. حتى سموها البصيرة لأنها تشبه البصرة بعراق بسبب كثرة النخل وفرة المياه. يعني جراح وعياله هم اللي بنوا الديرة؟ صحيح يا صالح، هم اللي أسسوها وحفروا البير وزرعوا النخيل، حتى بدأوا أهلها يكثرون. طيب يا شباب، من معلوماتكم كثيرة ما شاء الله، وش رايكم نروح الموقع الهلالية القديم؟ يمكن نلقى اللي ندور عليه. هذا أول مسجد بنوه في القرية. المسجد هذا يا شباب له مدخلين، كل مدخل له درج يوصل سطح المسجد. مثل ما انتم شايفين يا شباب، هذا المصابيح تتكون من 9 أعمدة مبنية من الخرز، والخرز هو الحجر الصلب. هذه الخلوة الشمالية يصلون فيها وقت البدء، وأحيانا يصلون بسطح المسجد يبون الشمس الدافئ. وهذه المنارة طولها 6 أمتار، وكان صوت المؤذن يوصل لأبعد مكان بالديرة. تدرون يا شباب أن الإمام محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه ويغفر له زار الهلالية وصلى بهالمسجد ودرس فيها تقريبا شهر، وآخر جمعة صلوا فيها عام 1390 قبل لا ينتقلون للجامع الجديد. المعلومات كثيرة، لكن بقول لكم آخر معلومة. آخر مرة تم ترميم هالمسجد عام 1419، وزار شخصيات كثيرة منهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وحصل على أفضل معلم سياحي على مستوى الخليج. ما شاء الله عليك يا وليد، كفيت ووفيت، معلومات مهمة. جميل، واضح أنك ترشح المسجد يكون تحفة تذكارية. أكيد، والرأي للجميع. طيب يا شباب، خلونا نشوف المواقع الثانية بعدين نقرر. يلا. زي ما تشوفون هذا هو اختياري. طيب وش هذا المعلم؟ البرج. وش فيه البرج؟ يا صالح، هذا البرج له دلالة تاريخية، ويعتبر هو بوابة القرية له دور مهم في حمايتها. تم ترميمه؟ مثل ما انت شايف، رمموا البرج وجزء من السور. وانت يا صالح وش رايك؟ اقول لكم رايي بس اشوف خالد وش عنده. طيب انا عندي لكم موقع ما حد يتوقع، خلنا نمشي واقول لكم.
أنا أقول في معلم مهم جدا يرمز للهلالية. وهو المرقب. إيش ميزته؟ يكفي أنه كان مصدر أمان واطمئنان لأجدادنا، وارتفاع 12 متر يكشف الديرة كلها. يعني مثل برج اللي عند البوابة؟ تقريبا. لا تنسون أن تم ترميمه بعد. والله رأي يا شباب نشوف شيء ثاني، والرأي رأيكم. طيب هالمرة دوري، أنا بعلمكم باقتراح، لكن خلونا نركب السيارة وأنا أقول لكم. عاد انت اللي بديت هالفكرة واكيد محدد رمز في بالك. اكيد، شوفوا قدامكم مسجد البطين، تحفة معمارية وتراثية، تأسس عام 1250. خلونا ندخل نشوف تصميمه وجمال ترميمه. دام انك اخترت المسجد فالمسجد القديم افضل، يكفي انه اول مسجد بهلاليه. يا شباب انا برايي ان المرقب افضل. لا يا شباب، البرج اجمل واحسن. والله المسجد احسن يا عيال، وش فيكم؟ البرج اجمل واحسن. والله احسن يا عيال، انتم ايش فيكم كذا؟ استهدوا بالله. لا تفضل. الهلاليه كنز، والكل كنز فيه مفتاح، فانا من رايي نسوي مجسم من مفتاح الهلاليه ونعطيه للامير الدكتور فيصل بن مشعل ال سعود، وانا من رايي اشوف انه يستاهل. انتم ايش رايكم؟ يستاهل. عز الله انك صادق. صدقت والله. يلا هذا الحل. ودي اشارك معاكم. وليش ودك تشارك معنا؟ علشان اسلم على الامير. ان شاء الله انك بتكون معنا. انس الطيب الغالي على صوت الشعر طلت مشاعرنا لك وهلت، تحيي اهلا وسهلا هلا بالطيب الغالي. هنا اهل الهلاليه تغنوا شوق بالجيه، هلا يا فيصل المشعل هلا ودي مهمالي. هلا على صوت الشعر طلت هلا شعرنا لك وهلت، تحيي بهلا وسهلا يا طيب الغالي. صارفات قدامك الديره ومثلت طيب السيره.